ومن الخضروات ومن اللحوم والألبان، وكانوا يصدروا ده كامل، يصدروا على الخارج، ده كامل يصدر على الخارج. في نفس الوقت اللي وقفنا صحافي وسياسي ورجال أعمال، وكان الدولة تستورد الأرز والسكر واللحوم والألبان. نبقوا نعرفوا أنا اللحم ما كنتش شاكل نجي الميتان، أنا الميتان شاكل نجي من اللحوم، هذا اللي قالوا دجاج وحده وهو يديون اللحم ما كنتش شاكل. كان الوعر اللحم الوعر انه يجي الديوانه به اللي ينتقل، يخلي اللحم يعود واعر به الياش به اللي يديون. انا ماني عالم من اللحوم موريتان تديون، ولاني عالم من الجيم الخارج شاكل نجي لا الدجاج وحده من اللحوم الحمراء انها ما تديون. وهذه مقالطه كبيره للاسف الشديد، برك طالب من الناس كامله اللي تنفع واللي خايفه من مولانا توقف وتخرص ارشيف التلفزه الموريتانيه من 2012 الى 2021. لا يجبروا كل سنه وزاره التنميه الريفيه تقبض مليارين زايدين من الدولار وينتفقوا على النخبه معينه هي اللي كلها بحريزته وكلها مزارع، وتنقبل ينقبل عندهم يقبلوها بكريدي، وعقب ذاك تنقلع عنهم. هذا هو اللي بيهم، ما قادرين يعدلوا شيء. الثانيه تمالك اياها، نختار نطلب من رئيس الدولة نبقوه يوقف لنا ويقبل لنا رشيف التلفزة من 2012 إلى 2021، ويشوف تطوير الثروة الحيوانية وحده والزراعة. كل سنة تقبل الدولة تقبل عليه كم على ظهور الشعب الفقير الغلبان. ثانيا رئيس الدولة يقعد ما يقدر يقبل رشيف التلفزة ولا يقدر يسيطر على وزراء، أحسن له استقال مباشرة. به اللي نقعد الوزراء قابلين لحد قابلهم الرئيس تم يكذب، هو حد ما قد وقف كذب الوزراء، ما قد يخدم الشعب نهائيا بأي طريقة من الطرق. به اللي كذبة واقفة يقال الموريتاني يستحقوا هذا. ولك طالب من الشعب الموريتاني كامل هذا الحضر يرتوي ينقل عنه، ويخلصوا العالم من علماء موريتاني اللي يعود ثقة وعلماء حقيقيين، ويعدلوا مظاهرات شورو ياك يقبل العالم القرار، ويقول ان هذا به اللي هذا يندار مع الشرك. الله سبحانه وتعالى كل شيء يقدر غير ان يشرك به ما فيه جوقة. والشرك بالله والاضرار بالناس، الشرك بالله والاضرار بالناس، واحنا هذا ضار بينا. هاي الاسعار المرتفعه احنا ضاره بينا، وهاي النخبه السياسيه ضاره بينا. والله ملي رئيس الجمهوريه طلعنا على ارشيف التلفزه، والله العظيم الكريم ما يطلع على ارشيف التلفزه الموريتانيه من 2012 ل 2021 ويعود فيه الدم ما قعد وقام يبكي، يدن يقوم يبكي. به اللي هذا الشعيب المنكوب كل سنه ينقبضوا عليه مئات الملايين الدولارات انهم لا يعدل بهم الزراعه ولا تعدل بهم الثروه الحيوانيه، واحنا وقفوا لنا المدونين والصحابه كلها وقفوا على منبره وقالوا اللحم اللي معرو انه يدون. وانا ماني شاكن اللحم به النقل واعر، ماني شاكن اللحم الموريتاني يدون. ووقف لنا عبد العزيز وكان يصدر السكر، وقف لنا عبد العزيز وكان يصدر الخضروات والارز، وان عندنا اكتفاء ذاتي. نفس الشيء هم اللي قال لنا القزواني انه عنده الاكتفاء الذاتي بالارز والخضروات واللحوم. غيرك يا رئيس الجمهوريه، اذا ما تقيل وذو الوزراء ذوهما تنقزهم وتحل البرلمان، معناه انك انت مساندهم، معناه انك معاهم. وهذا اللي يعود بصفته هذه معناه الدوله انا لله وانا اليه راجعون، معناه ان هذه كارثه. بيلي وزراء يكذبوا عين دق في عين، والرئيس ما يقول لهم كذبتوا، الشعب ما يقدر يتكلم. قال الشعب هم اللي بالنفاق. يلا الشعب الموريتاني الصبح يقوم ويوعى ويقول هذه الناس اللي طلبت نكاله امواله انه يدور ارشيف التلفزه، طالب من الصحافه اللي عازهم صحافه كحله والله بيضه والله صبره يواخذوا ارشيف التلفزه من 2012 ل 2021. انا ماني قايس لكم قطاعات اخرى، قايس لكم لا القطاع واحد اللي قالوا وزاره التنميه الريفيه يشوفوا كم قبضت من الفضاء وش عدرت بها. والله العظيم الكريم اللي كل سنه تقبل مئات الملايين من الدولارات ولا عدت بها شيء سوى شنو تنسرق وتندار في جيوب النخبه. برك سيد الرئيس وراني 20 سنه نقولها لك، انا وحدي اللي مواطن بسيط اللي تلقاني نحل لك مشكله اللي قالوا اللحم والالبان والزيت في 6 اشهر، دلوير نحل لك مشكلته في 45 يوم،
واللحم واللبن حلو هناك في 6 اشهر. لا يعود كيلو اللحم للفقراء ب 700 ولا يعود الاغنياء ب 1200، وبوش اللبن لا يعود للفقراء ب 100 والاغنياء يعود لهم 200 اللي هم اهل القزر والكبات. ولا الدولة ما يزاق له في 5 ولا 10، يقدر نبقوا نشغلوا قود صاغيه. ونعرف انك ما لك صايب النقا بيدير انك صايب لنا، ما يعود الوزراء يكذبوا عليك، ولو انك صايب لنا ما يعود الوزراء يحتالوا. ايوا شوفوا هذا كفر فعل مجور حالا، هذا كفر فعل مجور حالا، ما يخدم المواطنين، هم خايفين عندهم ان في احتمال تحرك لا يخلق، وعدوا كفر فعل يحموهم وبيهم روسهم ياكتموا يسرقوا ويرتفد الحديد في الليل ويذهب يخاف في الليل ما شافوا الشعب ولا ولا كنت اقروا عن هذا الحظر. ورئيس الجمهوريه اللي انت تعود ما تقدر تكذب وزراك ولا تقدر تقيلهم ولا تقدر تقيل البرلمان، تحل البرلمان معناه انك انت قيل نفسك، معناه انك قيل نفسك. والاعتراف بالخطيئه ماشي من نبلاء، وانت قلت انك مربي وانك عندك تربيتك الخاصه، فهمت؟ قلت لك وبالتالي ورك وقف مع هذا الشعب اللي هو. وموريتانيا طالبكم كاملين تقيسوا حد من العلماء تطرحوا لي قضيتكم لكن تنحل لكم مشكله. هذا اللي قالوا لكم الوزراء لا الكذب، ما قال لهم ولا نكون فيكم. موريتانيا ما اللحم ما يجي من الخارج ولا يكلف ترانسبور، ما تزق فيه ترانسبور، موريتانيا ترانسبورتي معروف. وهذا يوم اللي الروايه اللي هي يلا تكذب او الوزراء لهم ياسم الزمن هم يكذبوا، يعطيكم توقفوا كذبهم عليهم وتوف، يعطيكم توقفوا الكذب عليهم. انتروا انت انتروا ارشيف التلفزه اللي هي التلفزه الموريتانيه كل ساعه منشره مشروع، ويوقف وزير ويقول انه عنده الاكتفاء الذاتي وانه صدر للخارج من 2012 الى 2021. حتى هاي المهزله الحقيره الرذيله شارك فيها نظام القزواني، شارك فيها نظام القزواني وشاركوا فيها مدونيه وصحافته، حتى وصلت بهم الوقاحه والكذب اللي يقولوا ان اللحم الوسائل يعود واعر بيدي وخلص اي ترانسبور من الخارج واعر وبيه فرصة لي ندار لي ترانسبور ندار لي الديوانة. انا كنت شاك ان اللحم موريتاني لكن اللي يقبل بقره والله يقبل اوداش والله يقبل زايد وين حر والله كبش والله غير وين حر ويبيعوا والله مولي يموت لا رقا ججمر والله بقرة والله عنز يقبل ويمشي يقيس بيه طابلة ويسقطوا فيه يبيعوا. وبالتالي ما فهم رقابة صحية لا فهم شي سوى شنو فارك يا الموريتاني قوم الفوق قوم راكم تكلتوا. وعقب ذاك مولي لو انهم قاعد يوكلونا ويسكتوا فامهم هي وهم يوكلوا ويتفخروا علينا ويقولون الكلام الخاسر. سارق وزعيم ما قد شفته ما هو ذو الوزراء اللي تعود يتعدل هذا الشعب الموريتاني لا يوقف معاك. اللي تعود ما لك واقف مع الشعب الموريتاني، راني قايل لك انك ايامك عادوا معدودين يا رئيس الجمهوريه. اذا بقيت الصار تعتم وتعود من ذيك الجماعه والى خصمه فجره، والله امال تعود تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، واني ان جاكم فاسق بنبي فتبينوا. تخرص شعبك تعرف المشاكل اللي يعاني منها. اللي كانت يا فتره قلنا لكم وزاره الصحه ما يمعدل شغلته، قلنا لكم كورونا اسمه فيروس دلتا، تعرفوا كم قلتوا لنا الكلام الخاسر وقلتوا ما خارج فيروس، قالوا فيروس دلتا وقلتوا لنا كذب. اللي وضح كان انا هو الكاذب والله انتم وضح انكم انتم الكاذبين. الاسعاف سيارات الاسعاف ينباسوا على قدره ما فيهم قزوال، والوزراء يسرقوا وزاره الصحه تنتهي المديرين يسرقوها. والتاليه احنا كنا خايفين من عبد العزيز انه عنده سمساره، انت رئيس جمهوريه مولي الحمد لله عاد عندك سمساره، لو كما ورثوا البنوك ورثوا الشرايك اللي قاعد يتم ما يكتب ولا يقرا اللي هو وارث المؤسسات. احنا كنا خايفين منه راينا نقعنا فيه وعيب الحمير بدبر قلنا لكم انه ما يصح. احنا كنا شايفين عبد العزيز الفساد ورك حلوا لنا المشكله اللي هي ما حليتوا لنا المشكله. قايل لكم انا سيدي المولود اني عندي معلومات عن نواب البرلمان وعن القضاء ندور نطرحها حبة درك يا كاش نوخو لعبد العزيز الحيله اللي دخلناها بها الحبس ندور نحاولوا طريقه يوخو بها ياكي بر يوخو انه مريض كذبكم انتم به اللي ابارامان هي لا ضرب الظالم بالظالم ابارامان لين يوخو انه عبد العزيز من الحبس يدور يقول لنا سرقتكم وكذبكم به اللي انتم وقفوا لكم وزراء وقالوا لكم الاسعار ما هي معترف ما هي واعره ولا ارتفاع بالاسعار ما هو خالد قالوا لكم وزاره الصحه انهم ما يستوردوا الدويه المزوره ولا كذبتوهم. وزاره العدل سمت قانون قالوا الرموز ولا تكلمتوا فيه. المعارضه ما هي خالقه والضحيه الشعب يقر الشعب لين ما يقوم الشعب مسكين مغلوب على امره. به اللي لين يعود الرئيس ما يقدر يقول وزير كذبت ولا يقدر ينقز وزير ولا يقول قد يقول وزير انت سريري ما له الشعب مسكين كله خايف يدور يا بياي ولا دور كراديك. هاو الوزراء لين ما تقيلهم وتقيل عنك للبرلمان وتبدل اسم حزب حزب الخراب لي بي ار تقلع اسم ولا تبدله انت تيو كومبليس ميشيل بريزيدان، انت تيو كومبليس ميشيل بريزيدان. وهذه ما هي روايه قلت تخلق عليها مقارطات والله روايه ترتعب عليها بليند
والله تتعب عليها الرامي، والله يخلق فيها الجواسيس، والله يخلق فيها كذا. هذه حياة المواطنين، هي مدى رواتبها معدل رواتب الشرطي والمعلم والأستاذ والطبيب، رواتبه ما بين 50,000 70,000 وقية، مدى رواتبه ما بين 50,000 70,000 وقية، ما تقد تشركين الحمد لله، ما تقد يا رئيس الدولة. والمواطنين آن الأوان أنكم توخوا، يا غير لا توخوا، ما عندكم حكم من عالم، ياكي ديروها على رقبة عالم ومرقها سالم. خرصوا حد من العلماء واطرحوا لي مشاكلكم، خرصوا حد من العلماء وعدلوا مظاهرات وقسوا شور مسجد اللي ام في والله منبره والله داره، عدلوا فيه مظاهرات وقولوا له الاخبار كامله. ياك العالم يعود معاكم، اللي يعود معاكم العالم امشوا، واللي يعود العالم ما هو معاكم لا تحركوا. ساق ما قلتون هذاك ان دعينا لكم الفتنه، ولا دعينا لكم روايه خاسره، انا جاهل، وبالتالي جاهل ما يقد يدعي المظاهرات ولا يقد يدعي الفتنه، ما هو باذن من عالم جديد. وبالتالي العالم دوره شنو؟ دوره يرفع معاناة المواطنين. النواب أنا عرفنا أنهم ما عندهم ما مواطنين، يتكلموا لا عن المواطنين في اليابان والله في الجزائر والله في المغرب والله في فرنسا. حياة المواطن ما تعنيهم، أدواه ما يعنيهم، وكيل وشرابه ما يعنيهم، وتعليمه ما يعنيهم. وبالتالي يا رئيس الجمهورية، يا رئيس الجمهورية، يا رئيس الجمهورية، يا رئيس الجمهورية، ما تلقاني، ما تلقاني ولا تلقى حد من طرفي ما حليت لك مشكلة الثروة الحيوانية، وخليت لك كيل لحم للفقراء ب 700 وللبطارين ب 1200 خلال 5 اشهر 6 اشهر، واللبن نخلي لك بوش 100، اللبن نخلي لك بوش 100 يا رئيس الدولة. يا رئيس الدولة اللي انت ما تقدر تقول الوزراء انهم يكذبوا، رانا مودي قايلين لك يا رئيس الدولة قدم استقالتك. هذا الوزراء يعدلون شي مؤتمرات حاقرنا، وطالب انا من الاخ من موريتاني لا يقوى عليكم صحافي ولا مدون ما كريتوه بيضة، والله قلت له المنافق، والله قلت له صغيفيض، به اللي الصحافه والسياسيين يدعوا ان اللحم يدون. انا ماني عالم باي دوله تشتري منها موريتانيا اللحم، تشتري لا ديوك وحدهم، والله اللي قالوا تركي معلم ماك اللحم ما يدون ولا علي تاكسات، ماني عالم بيها ولا يجي قاع من الخارج. مع ان قاع احنا دولتنا فاتك عدنا 150 وزير من 2012، كل وزير جاء يقول نصدر اللحوم والالبان ويصدر الخضروات، ما الله قاعد لك عدنا رئيس وزير وسفير وقالوا لهم يصدروا الفواكه بيو اورجانيك، يصدروها لبريطانيا والمانيا وفرنسا والنمسا والدنمارك والنرويج واسم السابع. هذا وراه في ارشيف التلفزه، اللي تعود التلفزه خارقه، اللي تعود التلفزه الموريتانيه خارقه وفيها صحافي حرموا لنا طالب، وانا معدل علي قايه، واللي عاد يبقي عليها شيء لا يطلب من السمسار يعطوه كوميسيون ولا يعطوه فضاء، ياخذون سدهات ارشيف التلفزه يعطيهم لاي حد من الصحافه، والله اي حد من الشباب الخارج المدونين في الخارج، والله اي حد من التيفاي، ويشوفوا الشعب الموريتاني. غير الشعب الموريتاني مشكلته واش؟ فذكر بين ذكرى تنفع المؤمنين ما ينافع فيه، ومشكلته انه منوم به اللي الوزير تم لا يكذب وينسى انه واحد يكذب يامس وينسى الصبح انه قال نفس الكذبه، وينسى مواقفه نفس الطريقه اللي يبدل بها مواقفه السياسيه يبدل بها كلامه. به اللي هم يامس كاملين كانوا يقولوا لعبد العزيز انه خامس الخلفاء وانه رئيس الفقراء، اليوم كاملين قالوا انه واقع له واقع له واقع له واقع له واقع له. وبالتالي احنا بعد ولعبد العزيز ما يعنينا، والقزواني ما يعنينا، والوزراء ما يعنونا، احنا ندورو شنو ناكلوه ونشربوه، شو خر ما ندورو. الدواء راوركم الاسبوع الماضي جاكم مولي اذتكم التينارات، مدخلهم حد من اقارب رئيس الجمهوريه، مدخلهم حد من اقارب رئيس الجمهوريه على 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 فوبور نواكشوط وكونتينرين في نواديبو، وكلهم مخالط اكزونري ميتوغية، ما وديونت ميتوغية، ما وديونت ميتوغية. وبالتالي هذا رجعنا نظام العبد العزيز وخلق العبد العزيز، تعرفون انه كان يجيب اكرادارات ويجيب بنات ويجيب فيويتات وهيليكسات ويجيب قوارب السكر ومار ودلوير وما يوم ما يوتكساو، ورجعنا نفس الحاله. ما يلا قاعد اسمعنا الخارج واحدين في واحدين عاد واحدين فيه يبتزوا الناس. وبالتالي الدوله ما تمشي عليها ابتزاز. موريتانيا الان لكم اوان ان تظاهروا، عندكم الحق تظاهروا، يا قال لا تظاهروا بكلمه مني انا ولا كلمه من واحد اخر، ظاهروا كلمه من قالها لكم عالم. خلصوا قسوا حد من العلماء واطرحوا عليهم مشكلتكم، قسوا حد من العلماء وظاهروا قدامه واطرحوا عليه المشكله اللي تعانوا منها، ياكل العالم يقبل بها المنبر ويطرحها، لين يفوت يطرحها العالم، ذيك الساعه عندنا نقدر احنا نتحملوا مسؤوليتها. ما كان ما نقدر نتحمل مسؤوليتها
ولا فهم حد اخر قد حمل مسؤوليه يقال العالم ادرى مني انا بظروف البلد وحق الفتوى. يعرف الفتوى كانوا صب المصلحه العامه والله ما يصب في المصلحه العامه، وبالتالي خرصوا لنا عالم جديد جزاكم الله خيرا، وقيسوه يا الموريتاني وظاهر وعمده، وقولوا له الكذب اللي ما عدلوا عليكم الوزراء والسياسيين، واطرحوا لي مشكلتكم الا تجاوبوا معاكم العالم وطاكم حقكم ورفض قضيتكم وتحمل مسؤوليته. معناها الدوله فيها علماء، الين صار علماء جل العلماء ويباوا يتكلموا في الشان العام، هلكم الاوانكم تدافعوا عن قوتكم. ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، والشرك بالله ورضا بالناس، حتى الصله لا تجب في حاله القضب وفي حاله الجوع وفي حاله العطش. ياكل الصله ما تسقط قاع، لا تجب في حاله القضب وحاله الجوع وحاله العطش. وبالتالي ذا اللي في حاله موريتان كارثه، وذا دارها فيه، ذا دارها فيه للاسف الشديد النخبه المثقفه، النخبه المثقفه هي دارت هذا، والصحافه والمدونين، وذا كامل يصب في منين؟ يصب الكوميسيون والجنرالات. وراني بعد حامد منا وشاكر راني شفت راي سكينك هناك اليوم كرشو مارق كي حد عنده 17 وفمه عوج رقوته وطفطف معدل هال وصندري تعبان. هذا نفس الشيء حجني بقضيه باكبو وترى عدل به مصقول تمني خالنا راس وقرع ما علي ضمير. عرفون ان الظلم ما يستمر، وظلم ظلمات يوم القيامه، ظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم ظلمات يوم القيامة، وما من ظالمين إلا سبب الظالمين. الله حد كامل ظلم من الشعب يسلط عليه ما عنده مشي ويظلمه مولانا. قيسوا عدل مظاهرات سلمية، قيسوا حد من العلماء طالبها منكم مروة، يقيس حد من العلماء، قيسوا حد من العلماء وعدلوا قدام مظاهرات. إذن ينقل عنكم مشكلة اللي ينقال له، اللي ينقال له الظلم اللي حال بكم. وعزكم الله وسمحوا لي، الله يكرمكم بالعافية وفرج عنكم مشكلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.